السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم صحه ولدي. الموضوع ديال اليوم اللي غادي نهضروا عليه اللي هو خلق جدل بالاباء. شي يقول بان الاعشاب طبيعيه للرضع، يعني الاطفال واش مزيانين ولا ما مزيانينش، عليها هضرنا مع خبير ديال التغذيه. واش الاعشاب الطبيعيه مزيانه للطفل ولا ما مزياناش؟ شوفوا شنو قال النصائح اللي عطاكم. بالنسبه لبعض الاباء ولا بعض الامهات يعني تيبغيو يدخلوا بعض الاعشاب بالنسبه للطفل، هنا تيقدر يكون واحد المشكل. فبطبيعه الحال الا كانت اعشاب اللي هي عاديه مثلا لويزا او شيء من هذا القبيل، ممكن نعطيوها كذلك ابتداء من 4 شهور 5 شهور 6 شهور. ولكن الا كانت اعشاب من اجل، لان بعض الاحيان تيقدر يكون الطفل تيعاني من مشكل من المشاكل. بالنسبه لتناول الاعشاب عند الرضيع فتيخصنا نردو مع البال، لان الرضيع تيكون عنده اعضاء اللي باقا ما مكتملاش، يعني تتكون باقا ما وصلتش واحد لاماتوراسيون ديالها، خصوصا الكلي والكبد. فالتناول ديال الاعشاب يقدر يضر بالرضيع، لهذا فالضروري الا بغاو الاباء يدخلوا شي عشبه بالنسبه للرضيع يستشروا مع طبيب الاطفال ديال الوليد ديالهم. كيف مشوا هاد النصائح المهمه اللي عطانا الخبير ديال التغذيه واللي خاص بزاف ديال الاباء يعرفها؟ وحتى لنا الحلقه ديال اليوم سالات، سينولو في الحلقه الجايه ان شاء الله. وما تنساوش بارطاجيو هاد المعلومه كيف ما وصلتكم نتوما. السلام عليكم.